هلا يا جماعة الخير، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير يا رب. اليوم راح نكمل تمام شرح الميتابوليزم، وصلنا إلى عملية الجلايكوجينولايسيس. زين، شنو يعني تقصدين بالجلايكوجينولايسيس؟ هي عبارة عن عملية إيش راح يصير فيها؟ راح أني أكون جلوكوز. زين، هذا الجلوكوز أنا منين أجيبه؟ إنه أنا عندي هيجي حجارة كبيرة مالت جلوكاجون، راح أجي وأكسرها حتى أكون جلوكوز. زين، هذا العملية وين تصير؟ من الممكن إنه تصير بالعضلات بالمصل، ومن الممكن إنه وين تصير؟ تصير بالليفر، أوكي، بالكبد. زين، اللي دا يصير شنو؟ اوكي، اللي دا يصير انه انا هنا عندي مجموعه جلوكاجون، اوكي، اللي بذاك الفيديو سويناها، اللي هي قلنا عباره عن برانشات. اوكي، زين، هذه البرانشات هي عباره عن شنو؟ جلوكاجون. وهذا الجلوكاجون شنو بي؟ بجلوكوز. يعني اجيت، اوكي، اجيت ايش جايبه وياي؟ انزيم. هذا الانزيم شنو اسمه؟ اسمه جلوكاجون فوسفوريليشن. زين، هذا الجلوكاجون فوسفوريليشن من اسمه جلوكاجون، يعني جاي يحطم جلوكاجون. زين، او جلايكوجين نفس الشيء. زين، فوسفوريليز، اوكي، مو فوسفوريليشن، فوسفوريليز يعني جاي بيا تشيز بفسفورات. اوكي، فهو ايش راح يسوي؟ راح يدز فسفورات. هاي الفسفور تجي، اوكي، تلزم الجلوكوز، ترتبط بيه وتحرره، وترتبط بي وتحرره، اوكي، حد ما تبدي تحرر شنو؟ تحرر الجلوكوز ويا شنو؟ ويا مجموعه فوسفيت مرتبطه بيا ذره واحد، اوكي. فهذه اول شيء تبدي تسوي. زين، تستمر؟ لا، ما تستمر، توقف على حد معين. يجي مكانها منو؟ يجي مكانها الانزيم اللي هو شنو اسمه؟ دي برانشينج انزيم. الدي برانشينج انزيم يزيل البرانشات. ايش راح يسوي؟ راح ياخذ هذين الخلايا الفوق، اوكي، اللي هي السطحيات اللي هنا يم البرانش اللي انا قبل سويته. زين، هذه الخلايا السطحيه اخذها، اوكي، من اخذها سوالها ترانسفريز، نقلها. المن نقلها؟ نقلها للعمود البعده مالت من مالت الجلوكوز، اوكي، حتى شو يبقى له؟ يبقى له بس البرانش، اوكي. زين، من يبقى له بس البرانش، ايش راح يسوي؟ راح يحطم هذا البرانش، تمام، اللي هو الفا 1-6 جلوكوسيديز. حطمه، استوى، حرر لي بس جلوكوز، اوكي. فيب هسه انا تحرر لي جلوكوز 1 فوسفيت وجلوكوز، تمام. زين، هسه انا راح اجي اعيد الموضوع بشكل بسيط، اوكي، حتى شنو؟ حتى تثبت المعلومه. انا هنا عندي شنو؟ عندي جلايكو جين، اوكي. هذا الجلايكوجين شنو؟ مجموعه جلوكوزات. انا ايش اريد؟ اريد احرر من عنده جلوكوز. ايش راح اسوي؟ راح اجيب انزيم. هذا الانزيم شنو اسمه؟ اسمه جلايكوجين فوسفوريليز. زين، هذا الجلايكوجين فوسفوريليز شنو راح يسوي؟ اللي راح يسوي انه هو شايل بيده جنطه فسفورات. ايش راح يسوي؟ راح يبدي يطفي فسفور. هذا الفسفور شو يسوي؟ يروح يرتبط بالذره الاولى مالت من؟ مالت الجلوكوز، اوكي، يبدي يحرر الجلوكوز. زين، يكمل الى حد معين، يجي بمكانه منو؟ يجي بمكانه انزيم اللي هو دي برانشينج انزيم. من اسمه دي برانشينج، يعني ايش راح يسوي؟ راح يزيل البرانشات. يعني ايش راح يسوي؟ راح يسوي شغلتين. اول شيء هو شايل انزيم يسمونه جلوكوز ترانسفيريز. هذا ايش راح يسوي؟ راح يقص القطعة مالت الجلوكوز. وين يوديها؟ يوديها بالعمود البعده. يوصل لي وين؟ يوصل للبرانش. يجي الانزيم هو اللي هو الدي برانشينج انزيم يشيله. زين، من شاله ايش راح يسوي؟ راح يحرر لي جلوكوز حر بدون فوسفيت. هسه لحد هنا انا حررت نوعين من الجلوكوزات، واحد حر بدون فوسفيت وواحد وياه فوسفيت. نجيهن وحده وحده. هذا الحر مباشره يطلع منين؟ من التشانل. زين، هذا مو حر، هذا مشلبه به مجموعه فوسفيت، فراح يجي انزيم يصيحوا له فوسفوجلوكوميوتيز. زين، تذكروا هذا الانزيم اخذناه بالمحاضره القبلها بعمليه تكوين الجلوكاجون. هذا الانزيم كان يطفر الفوسفيت منين؟ من ذرة 6 لذرة 1. هسه راح يسوي بالعكس، راح يطفر الفوسفيت من ذرة 1 إلى ذرة 6. زين، من طفرها هذه من ذرة 1 إلى ذرة 6، شنو الفائدة؟ الفائدة إنه راح تنقل للليفر، أوكي؟ يجي الليفر، تمام؟ يخليها تتحد ويا من تتحد؟ تتحد ويا الجلوكوز، تمام؟ 6 فوسفوتيز. زين، هذه من اتحدت ويا
الجلوكوز 6 فوسفاتيز فكت الشفرة ودخلت المن للليفر. الليفر ايش قال لها؟ قال لها وصلتي، انا راح اخلي الفوسفات الفوسفور ينفصل عن من؟ عنك، حتى شنو تطلعين بس جلوكوز وتتحررين منين؟ من التشانل الى خارج الخلية. تمام تمام. هسه بهاي المحاضرة جبنا او سوينا جلوكوز منين؟ من الجلوكاجون.